العراق بين موكبين، سنوات الانكسار والانتصار. يوم 20 أغسطس بدأت العراق تحرر تل عفر. تكلمنا قبل كده على تحرير الموصل، بعد كده تحرير مدينة تل عفر. تل عفر قضاء فيه مدينة تل عفر وحواليها 78 قرية. تنظيم داعش احتل هذا المكان. في نكسة يونيو 2014 تنظيم داعش حكم تل عفر. لو قلنا موجز تاريخ تل عفر، تاريخ صعب جدا في السنوات الأخيرة، الغزو الأمريكي للعراق، تنظيم القاعدة في تل عفر، ثم تنظيم داعش. فبالنسبة لموجز تل عفر في السنوات الأخيرة، احتلال، قاعدة، داعش، دول الثلاث مراحل اللي عاشتهم هذه المدينة تل عفر، اللي زمان كانت من المدن المهمة جدا في الحضارة الآشورية، وكان لها مكانة كبيرة جدا في تاريخ الإسلام. لها حضارة مهمة في حضارات ما قبل الإسلام، ولها مكانة مهمة في حضارة الإسلام. إنما جه الغزو، ثم القاعدة، ثم داعش، ويلات صعبة جدا لتل عفر و78 قرية تابعة لهذا القضاء في محافظة نينوى. 6 أيام نجح الجيش العراقي انه يحرر تل عفر. اكتر من 95% من تل عفر تم تحريرها. وسط المدينة، القلعة القديمة الآشورية، المستشفى المركزي اللي موجود، لم تعد الا جيوب قليلة جدا. انتصر الجيش العراقي بعد انكسار وهزيمة من قبل، انما نجح ان يصح التاريخ وان يحرر تل عفر من تنظيم داعش. موجز تاريخ العراق في السنوات الأخيرة موكبين. موكب لتنظيم داعش بيرفع راية النصر على الدولة وعلى الحضارة الإسلامية وعلى الشعوب الإسلامية، والموكب الثاني موكب الجيش العراقي ويحرر هذه المدن من تنظيم داعش. يعني موكب داعش هو نص موجز التاريخ في السنوات الأخيرة، وموكب الجيش العراقي بعد هزيمة داعش هو الموكب الجديد. العراق عاش بين موكبين، موكب داعش وأخيرا انهزم، ثم جاء موكب الجيش العراقي. محنة كبيرة جدا مر بها العراق، محنة كبيرة جدا مرت بها الحضارات العراقية المتعاقبة حين جاء الغزو الأمريكي للعراق، ثم تنظيم القاعدة، ثم تنظيم داعش. هذا مشهد للموكب الأول اللي هو موكب تنظيم داعش في سنوات انكسار العراق وانكسار المسلمين في العراق. العراق بين موكبين. شفنا موكب داعش في سنوات انتصار داعش وانكسار العراق والأمة. الموكب الجديد هو موكب الجيش العراقي بعد الانتصار وتصحيح التاريخ.